يا صباح الخيرات على مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وطبعا زي ما حضراتكم اكيد عارفين كلها خلاص ساعات قليله جدا بتفصلنا عن نقطه البدايه، نقطه الانطلاق في مشوار بنتمنى ان شاء الله ان يكون كل خطوه منه خطوه ناجحه ونوصل مع نهايته للقاء النهائي، لماتش النهائي، لان كل جماهير النادي الاهلي الحقيقه يعني حاطين عينيهم المره دي بصفه خاصه على لقاء النهائي. يعني فكرة ان احنا حصلنا على البرونزية قبل كده اكتر من مرة فكرة عبقرية وعظيمة، لكن اللي اعظم منها ان احنا ان شاء الله نعدي بقى المرحلة دي ونثبت لنفسنا قبل ما نكون بنثبت لاي حد تاني ان النادي الاهلي على المستوى العالمي هو نادي تقيل وليه وزنه ويتعمل له الف حساب. صباح الفل على كل حضراتكم، وصباح الفل عليك يا نهوان. اهلا وسهلا يا هلا. صباح يا هلا. صباح الخير والهنا على حضراتكم ونهايه الاسبوع، ويمكن نهايه الاسبوع بنختمها بمباراه في غايه الاهميه زي ما كنا او زي ما كريم اتكلم زي ما كنا بنتكلم، وزي ما حضراتكم اكيد كلكم عارفين النهارده مرحله فاصله باذن الله، وباذن الله كمان يكتب التاريخ مره اخرى لصالح النادي الاهلي. دي بدايه البطوله، يعني النهارده بدايه البطوله وهي بطوله في حد ذاتها طبعا المباراه اليوم، لكن باذن الله نبني عليه، مش عايزين نفكر في اللي بعد كده، لازم نفكر في المباراه النهارده. مباراه في غايه الاهميه، هنتكلم في نقاط القوه والضعف الاهلي واوكلاند سيتي، هنتكلم من التشكيلات المتوقعه، هنتكلم في طرق اللعب، في التاكتكس، في كل الحاجات والثغرات اللي حضراتكم اكيد تهمكم، هنتكلم في الطقس، هنتكلم في الجماهير، هنتكلم في كمان التحكيم، هنتكلم في الملعب، كل ده ان شاء الله على مدار الحلقه النهارده. ده كمان هيكون في الفقره الاولى خلال طبعا فقرتنا وحديثنا مع كابتن فتحي نصير نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، وطبعا المحاضر بالاتحادين الدولي والافريقي، قيمه كبيره جدا واكيد عنده كلام كتير جدا يطمن حضراتكم كمان بيه. فقره تانية هيكون معانا استاذنا محمد صادق مدير مؤسسه الارشيف العربي، والحديث الممتع معاه عن نوستالجيا الاهلي ومشوار الاهلي كمان في كاس العالم للانديه. فقره اخيره هتكون طبيه مع دكتور باهر السعيد، وندخل بقى على طول في الموضوع الكبير. ايوه طبعا كل الناس النهارده قاعده مستنيه في حاله ترقب شديده من جماهير النادي الاهلي وكره القدم العربيه والعالميه كمان لانطلاق بطوله كاس العالم للانديه في المغرب اللي هتبتدي بمواجهه النادي الاهلي واوكلاند سيتي في الدور الاول. الكلام ده هيحصل ان شاء الله الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره، واللقاء ده هيتلعب على استاد ابن بطوطه بطنجه. طبعا في اهتمام عربي تحديدا بهذه البطوله اللي بيشارك فيها ثلاث انديه عربيه، الاهلي والهلال السعودي والوداد البيضاوي المغربي، دي النسخه رقم 19 من المونديال الانديه، والثالثه اللي بيتم تنظيمها في المغرب، وهي السنه دي هي صاحبه الارض والجمهور، عشان كده بنقول ان اكيد البطوله الموسم ده بتستحوذ على قدر مهول من الاهتمام العربي بصفه خاصه. جماهير النادي الاهلي اكيد عندها ثقه كبيره جدا في الفريق ومنتظره تحقيق الفوز ومنتظره الصعود للنهائي، لان الحقيقه النادي الاهلي داخل النسخه دي من البطوله وهو فعلا عيله على النهائي اكيد، وبيسعى كمان لتعزيز ارقامه القياسيه في هذه البطوله. احنا بدورنا كلنا ثقه في فرقتنا، وان شاء الله واثقين ان احنا هنحقق فوز ورا فوز في هذه البطوله، وارجع واقول ان شاء الله نلتقي كده واحنا بنتكلم في تفاصيل لقاء النهائي بين النادي الاهلي وبين ايا كان الطرف الثاني هيكون مين ان شاء الله. باذن الله يا كريم، وزي ما احنا برضو عارفين مهم ان احنا نتكلم في التاريخ، مهم ان احنا نبقى داخلين البطوله وعارفين طبعا ارقامنا كمان. النادي الاهلي هو اكثر الفرق العربيه اللي شاركت في كاس العالم للانديه زي ما حضراتكم اكيد عارفين، كلمة مرة الثامنه، وكمان لو هنتكلم عن اوكلاند سيتي هو من اكثر الانديه اللي شاركت في المونديال بشكل عام تقريبا 10 مرات حتى هذه اللحظه او هذه البطوله، والاهلي 8 مرات. طيب دي بالنسبه له بقى احنا بنتكلم يعني كمان اعتقد مهمه مش سهله ابدا، وتحدي مش سهل فكره ان انت تشارك بنسبه كبيرة، ولكن المشاركات بتاعتك ما اتتش بالثمار برضو، وغير يمكن مره واحده كانت برونزيه، فبرضو ده ما اعتقدش ان هو مؤشر جيد للي جاي. الله اعلم، برضو كل سنه بتحمل فريق جديد وفكر جديد ومدرب فني جديد ودوافع جديده، فاكيد احنا هنشوف برضو اوكلاند سيتي بشكل مختلف، حتى ولو سبق ان احنا واجهناه وقلنا الكلام ده قبل كده 2006 وفوزنا مع مانويل خوسيه، ده مش معيار وده مش مؤشر تماما، حتى لو كنا فوزنا السنه اللي فاتت او النسخه اللي فاتت برضو ما زال مش مؤشر تماما. كل سنه وكل موسم بيبقى مختلف عن اللي قبليه، حتى احنا شفنا ده في الدوري، الدوري هذا الموسم دوري المحلي يعني مختلف تماما عن الدوري اللي فات بكتل او بكثره الفرق والمحترفين والصفقات وغيره.
على كل حال احنا عندنا روح معنويه مرتفعه، الدوافع عندنا كبيره جدا، نادي الاهلي عنده رغبه ان هو يكمل مسيرته ويحقق بطولات اكتر ويسعد جماهيره زي ما حضراتكم عارفين، ده الاساس. طبعا برضو فكره هنا لما اتكلمنا عن الاستقبال والاجواء، امبارح كان في فيديو على فكره حلو قوي قوي، معرفش هو هيبقى جاهز معانا ولا لا، بس نزل على الموقع بتاعنا، يعني كان كابتن محمود الخطيب في عربيته والناس هناك الجاليات المصريه الموجوده كانت بتستقبله، عرف ان هو معدي فهو كان يعني فاتح الازاز والناس بقى بتسلم عليه واللي يقول له انا جاي مش عارف منين مخصوص والله واحنا في ظهر الاهلي، والناس كتيره بتحب كابتن محمود الخطيب والناس طبعا بتسلم عليه، وكله كله يعني كانت مشاعر بجد وصور حلوه جدا، وانا عجبني الفيديو ده عامل كان فيور شيب عالي قوي، فكل ده بياكد ان انت رمز، انت يعني بتمثل كيان كبير جدا هو النادي الاهلي، بس في نفس الوقت انت رمز محترم طبعا. المحترم ده مش موجود في اي مكان، لما تيجي تقول رمز محترم ده مش موجود كتير من النوادر اللي بتبقى موجوده، برغم ان احنا المفروض ده يبقى الاساسي وده الطبيعي، بس مع النادي الاهلي ومع كابتن محمود الخطيب ده الطبيعي بتاعنا، فانت عندك رمز محترم تاني حط تحتها خطوط محترم بيمثل كيان عظيم، فهو ده كل مكان هتروحه في الدنيا هتلاقي الناس اللي بتحبك واللي بتدعمك واللي بتسافر لك عشان تقابلك وعلشان تساندك، فقد ايه مشاعر جميله، على عكس بقى لما تروح مثلا وانت عامل مشاكل وانت محدش طايقك، وانا بدي مثال محدش بيتكلم على حد، بس شوف الفرق الكبير قد ايه، بني ادم لما بيبقى ادم محترم لما بيبقى سيرته محترمه الناس كلها بتحبه مهما كانت انتماءاتها، وده متمثل في كابتن محمود الخطيب بلا شك. على كل حال معانا بعض التصريحات المختلفه، خلينا نروح نطمن من التصريحات نقدر ان احنا نطمن كمان على يعني الحاله الفنيه والحاله كمان النفسيه والاستعدادات، خلينا نروح لتصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ ونرجع نكمل. الحمد لله يمكن الاجواء كويسه جدا، يعني بحقق درجه حراره ساقعه جدا برد يعني، لكن في النهايه الامور كويسه الحمد لله، حاله التركيز عاليه، نتمنى انها تكون موجوده وبشكل كبير جدا بكره، لان هي مفتاح الاستمراريه في البطوله ومباراه بكره يعني. اوكلاند فرقه عندها خط امامي كويس جدا، عندها حته هجوميه كويسه، لازم التعامل يكون بتركيز شديد باهتمام شديد، يمكن من دي اول من فترات بعيده عندي اول مباراه بنفتتح فيها البطوله يعني، لكن زي ما قلت يعني هتقابل المباراه بتركيز عالي باهتمام عالي بجديه عاليه ان شاء الله الرحمن الامور تبقى كويسه، يعني طبعا دي مش غريبه عليهم، احنا معتادين نيجي هنا على طول سواء كان في المواجهات مع الاخوه الاشقاء سواء كان الوداد او الرجاء او الدفاع الحسن الجديدي او المغرب التطواني هنا لعبنا قبل كده، فلينا يعني رصيد عندهم يعني، لكن تعاملنا معهم ما بيختلفش ابدا سواء كان في مصر او المغرب يعني، الاثنين واحد يعني، اي مكسب بيبقى له توفيق يعني، او اسف اي توفيق بيبقى له اسبابه يعني، الاسباب بتاع التوفيق هي التركيز والاهتمام والجديه يعني، هتقابل الموضوع ده بالثلاث عناصر دول اعتقد ان الامور يعني الى حد كبير جدا هتكون موفق، والى حد كبير جدا الامور هتبقى في صالحك يعني، فحاله التركيز لازم تكون عاليه، احنا فاصلين من بطوله الدوري دلوقتي لكاس العالم للانديه وبعدين هنفصل على بطوله افريقيا، فلازم دماغك تكون شغاله، التفاصيل الصغيره تكون موجوده من غير تنشان ومن غير عصبيه ومن غير توتر يعني، لكن التفاصيل الصغيره هي بتجمعها مع بعض بتدي لك نتيجه في الاخر وبتدي لك بطوله في الاخر يعني، فمن غير ما يبقى في تنشان ولا يبقى ولا في تركيز سوري ولا في عصبيه ولا في توتر، لكن في اهتمام في تركيز في تنبيه بتكلم مع زميلك كتير، طريقه الكلام بتبقى مهمه، لكن لازم يبقى في دايما صحيان يعني، تمام دي كره القدم، فان شاء الله الرحمن باذن الله تعالى نكون موفقين فيها، التعامل فيها يكون عالي جدا في الاهتمام يعني، هي مباراه افتتاحيه لكن هي اللي هتديك الاستمراريه، والله بص يعني انا عارف كويس قوي ان كل واحد في النادي هنا بيبقى عارف كويس جدا جدا اللي ليه وايه اللي عليه كمان يعني، الشناوي واحد كمسؤول في الفرقه عن نفسه وعن تيم هو كابتنه يعني، كان رده رائع جدا لما تلقى العرض ده، كان من النصر السعودي والراجل قعدنا مع بعض واتكلمنا وهو كان يعني كان الراجل رده صريح جدا يعني، لو اهميتي في الفرقه واحتياج الفرقه انا شايف ان هو اكون موجود يعني، انا مستعد من غير اي ما خدناش مثلا يعني ساعه زي ما بيقولوا يعني ولا حاجه او اقل من كده بكتير يعني، لكن الراجل ابدى مصلحه التيم على مصلحته الشخصيه او استفادته، مش عايز اقول مصلحته لانه بيلعب في تيم النادي الاهلي يعني، لكن استفادته سواء كانت ماديه يعني، فدي حاجه تحسب له كواحد من عناصر الفريق وكواحد مسؤول كمان عن التيم يعني.
رده كان جميل جدا بالنسبه لي وبالنسبه للجهاز كله، سواء كان اداري او فني، وبالنسبه كمان للمشرف عام الكوره ولجنه التخطيط يعني. فده عهدنا باولادنا دايما يعني. كمان تابعنا امبارح تصريحات مارسيل كولر، وطبعا طمنا بقى من خلالها ان قائمه الفريق الحمد لله في هذه البطوله هي تماما من الاصابات، اعتقد ان جميع اللاعبين على درجه عاليه جدا من الجاهزيه. بالمناسبه كهربا طبعا ضمن قائمه النادي الاهلي في المونديال، بينما احمد قندوسي الوافد الجديد من نادي وفاق سطيف الجزائري هيكون خارج هذه القائمه. تاني بنرجع ونقول ان التركيز مطلوب وضروري جدا 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 لتقديم مستوى قوي في هذا اللقاء. كولر قال كمان انه جاهز وانه مستعد مع النادي الاهلي لبطوله كاس العالم للانديه، وان هدفه هو الوصول لابعد نقطه ممكنه في هذه البطوله. تركيز الجميع حاليا بينصب على المواجهه الاولى امام فريق اوكلاند سيتي النيوزيلندي، وبالتالي السعي للفوز بهذا اللقاء، لكن لا احد يعلم كيف ستكون ظروف هذه المباراه. اضاف وقال ان فريق اوكلاند سيتي منافس قوي، خاض معسكر تحضيري للبطوله في اسبانيا ولم يتعرض للهزيمه من فريق برشلونه، وهو ما يظهر انه ليس ضعيفا، خاصة أنه يمتلك لاعبين مميزين، لذا فالمباراة لن تكون سهلة على الإطلاق. الأهلي بيمتلك مرونة كبيرة بشأن خطة اللعب في المباريات، حيث تتحدد خطة اللعب دائما حسب استراتيجية المنافس وطريقة لعبه، ولدينا القدرة على فرض أسلوبنا في أي مباراة ناخدها. وقال كمان كولر أنه لم يحلل كل الفرق المشاركة في هذه البطولة، لأن التركيز كان منصب على مواجهة أوكلاند فقط، لأن هي الخطوة الأولى في مشوار الفريق في هذه البطولة. طبعا بنتمنى كل التوفيق لفرقتنا. تعالوا نشوف جانب من تصريحاته ونرجع نكمل الكلام. Ja, wir hoffen natürlich, dass wir das erste Spiel gewinnen können. Wir wissen aber auch, dass Al Ahly auch gegen Auckland schon mal gespielt hat und verloren hat. Und das ist für uns dann dementsprechend natürlich auch Warnung genug, dass wir voll konzentriert sein müssen. احنا بالنسبه للسؤال كان هل بنرحب بالكوتش، والسؤال كان عن اول مباراه ضد اوكلاند سيتي، مباراه الافتتاح مش هتكون مباراه سهله، ايه تعليق الكوتش على ده؟ فبيقول طبعا احنا بنتمنى ان احنا نفوز باول مباراه، وده هدفنا وده اصرارنا على الفوز باول مباراه ان شاء الله. احنا عارفين انها مش هتكون مباراه سهله، هم كانوا في معسكر تحضيري وما اتهزموش لما لعبوا ضد برشلونه، ده بيبين ان هم فريق مش ضعيف وان هيبقى ماتش قوي بكره ان شاء الله، لكن احنا عندنا الدوافع ان احنا نكسب بكره ان شاء الله. Nein, der algerische Spieler kann noch nicht mit dabei sein, der ist nicht auf dieser Liste. Verletzungen haben wir keine, jetzt aktuell ist alles gut, alle fit und Karaba wird ja auch im Kader mit dabei sein. سؤال كان بخصوص هل في مصابين في الفريق او لا، وبخصوص اللاعب الجزائري الجديد وبالنسبه للكهرباء. بالنسبه الحمد لله ما عندناش اي مصابين في الفريق، الفريق كله جاهز. اما بالنسبه للاعب الجزائري القندوسي فهو للاسف مش معانا في قائمه كاس العالم، وبالنسبه للكهرباء فان شاء الله هيكون في قائمه الفريق ان شاء الله. Wir brauchen natürlich am Spieltag dann noch mehr Konzentration auf die Kleinigkeiten, die dann entscheidend sein werden. Und ich bin aber überzeugt, dass wir bereit sein sind. اللي بيفرق دايما هو درجة التركيز يوم المباراة. احنا طبعا مركزين من اول دقيقة جينا فيها هنا وفي قمة تركيزنا، لكن يوم المباراة والحاجات التفاصيل الصغيرة هي دي اللي بتفرق في الماتشات اللي زي كده. انا ان شاء الله واثق في لعيبتي انها بكره ان شاء الله هتكون في قمه تركيزها وتأدي احسن ما عندها ان شاء الله. Ja, das ist natürlich je nach Gegner abhängig. Ob wir, ich habe jetzt noch nicht alle analysiert, aber wir werden versuchen natürlich flexibel zu sein und versuchen unsere Stärken auf den Platz zu bringen, damit wir dem Gegner Probleme bereiten können. بالتأكيد احنا عندنا من المرونة ان احنا دايما بنلعب على حسب المنافس وطريقة لعب المنافس، وعندنا من المرونة ان احنا نغير طريقة اللعب ونغير حاجات كتير، وان احنا نفرض اسلوبنا في كل مباراة او الطريقة اللي احنا عايزين نعملها. انا ما حللتش كل الفرق اللي في البطولة طبعا، باخد ماتش بماتشه، لكن بالتأكيد احنا عندنا من المرونة ان احنا نقدر نطبق اكتر من فكر على حسب المنافس بتاعنا عشان نقدر ان احنا نسهل على نفسنا المباريات.
طبعا لو هنتكلم برضو عن الفارق ما بين أوكلاند سيتي والأهلي برضو نعيد لحضراتكم هذه المعلومات ونأكد عليها. أنت بتتكلم أن عندك النادي الأهلي حقق البرونزية في هذه البطولة 3 مرات، كان منهم مرتين على التوالي. على الصعيد الثاني أوكلاند سيتي حققها مرة واحدة وكانت برضو برونزية، ده كان عام 2014. طيب بالنسبة برضو المعلومات الخاصة بملعب المباراة، ملعب المباراة افتتح طبعا هنا بنتكلم مرة تانية عام 2011 وكان في تجديدات، هو أصلا جرى بناؤه 2002 بعد كده افتتح مرة أخرى 2011 بتكلفة كان بقى كريم. ده برضو يؤكد أن في صرف كان بيحصل وفعلا الملعب محترم جدا وتم صيانته بشكل وتحديثه بشكل كبير، 80 مليون يورو. ف 80 مليون يورو لا ده رقم برضو كبير جدا، حضراتكم اكيد اللي ما يعرفش ممكن من خلال الصور يشوف المنظر، لا مشهد حلو. وطبعا تم تسميته باسم ابن بطوطه ويتسع ليه 65 الف مشجع، فهو طبعا حاجه هيوج، حاجه محترمه، مشهد برضو جميل اعتقد يليق بالبطوله اللي احنا بنتكلم بصددها طبعا كاس العالم للانديه. بالتوفيق لكل الفرق يعني، انا هبتدي طبعا بالنادي الاهلي وبالتوفيق برضو للمغرب اكيد، بس طبعا احنا اكيد في الاول هنشجع الاهلي. عايزة بقى أروح مع حضراتكم برضو ونكمل بعض التصريحات الخاصة دلوقتي بمحمد الشناوي، كان لي بعض التصريحات. وشناوي برضو من اللعيبة المؤثرة جدا في الفريق، وطبعا بالأقدمية وفكرة أنا كابتن الفريق والخبرة اللي عنده والفكرة الاحترافي، شناوي مهم جدا، هو بيبقى دايما حريص أنه هو يتكلم مع اللعيبة قبل كمان أي مباراة يعني كبيرة أو أي بطولة كبيرة. خلينا نروح نتابع تصريحات شناوي ونرجع نكمل. اكيد طبعا انا ابن من ابناء النادي الاهلي، النادي بيكون محتاجني في اي وقت انا بكون موجود، ما اقدرش اتكلم في اكتر من كده. ودلوقتي احنا عندنا ماتش مهم، نفكر في الماتش اللي بتاع بكره ونفكر في الماتش. احنا طبعا بنشتغل على كل مباراه يعني لوحدها، احنا الفتره اللي فاتت دي بنشتغل على المباراه اللي احنا هنلعبها بكره ان شاء الله، اكيد طبعا عامل لها حساب ونشتغل عليها، بنركز في المعسكر بقالنا 4 ايام موجودين. اكيد طبعا الفرقه عامل لها حساب كويس جدا وان شاء الله ربنا يكرمنا بكره، والفرقه كلها مركزه. وطبعا الاستقبال كان استقبال حافل جدا، الناس استقبلتنا احسن استقبال، احنا مش غراب عن البلد المغرب، احنا بالنسبه لنا البلد المغرب احنا على طول والشعب واحد، وعلى طول بيبقوا معانا وبيستقبلونا احسن استقبال، وان شاء الله يكونوا مساندين لنا بكره والبطوله يعني ان شاء الله لاخر البطوله. اكيد طبعا احنا بنتكلم الفتره اللي فاتت دي كلها مع اللعيبه اللي احنا ناخد مركز احسن من المركز اللي احنا اخدناه بقى لنا 3 مرات بنيجي البطوله ورا بعض، دي حاجه تحسب لهم. وعايزين ان شاء الله ناخد مركز احسن من المركز اللي احنا اخدناه الثالث، عايزين ان شاء الله نوصل للنهائي، وده اللي في دماغنا ان شاء الله، بس نعدي ماتش بكره ان شاء الله على خير، وبعد كده نفكر في اللي بعديه وبعد كده نفكر في اللي بعديه. واهم حاجه اللعيبه بنتكلم فيها هو التركيز، بس اهم حاجه التركيز في الملعب بس. امبارح كمان بالمناسبه المدير الفني لفريق اوكلاند سيتي نيوزيلندي اتكلم عن استعداد فريقه لمواجهه النادي الاهلي، قضى بالمناسبة كمان فريقه 10 أيام في إقليم كاتالونيا في أسبانيا طبعا للتحضير لكأس العالم للأندية، لعبوا وقتها 3 مباريات ودية لتجهيز نفسهم بعد انتهاء موسم نيوزيلندا في 4 ديسمبر الماضي. قال في تصريحاته بالأمس: نحن مستعدون، والأهلي نادي كبير به لاعبون هائلون ليس فقط في مصر ولكن في إفريقيا بشكل عام، وسوف نحضر أنفسنا جيدا لهذا اللقاء. وطبعا قال كمان ان في جماهير كتيره هتكون حاضره من اجل دعم ومؤازره النادي الاهلي، ده بدوره هيشكل ضغط ضغط على فريقهم، وهو عنصر اضافي يجب اخذه في الاعتبار. وقال انه نامل ان نلعب مباراه جيده. كمان رايان دي برويس مهاجم اوكلاند سيتي، وهو بالمناسبه عنده 31 سنه وكان شخصيه يعني رئيسيه جدا في تحقيق حلم نادي اوكلاند سيتي بالحصول على الميداليه البرونزيه في المغرب من 8 سنين فاتت، قال انه بيامل ان يخرج المشجعين المغاربه لتشجيع فريقه، وقال انه بيتوقع ان المباراه هتكون صعبه لكن اللاعبين استعدوا ليها بشكل جيد جدا، برغم ان الاهلي فريق كبير وقوي وقادر على الهجوم والدفاع. وقال كمان ان هم كان عندهم معسكر تدريبي جيد جدا في اسبانيا، لذلك نحن نعرف ما يجب القيام به للحصول على افضل فرصه للفوز بهذا اللقاء. هو انت عارف برضو اوكلاند سيتي من نقاط القوه خلينا نقولها او من المميزات بتاعته ان هو يعني متوسط الاعمار عنده صغيره، اتكلم في 24 و25 سنه، وده بيبقى ليه انعكاساته طبعا في فكره اللياقه البدنيه والسرعه، فبرضو ده الى حد ما ادفانتج ليهم. على كل حال طبعا في برضو حاجات او ديس ادفانتجز او مشاكل عندهم، وهي فكره برضو الخوف من الكرات الطويله، عدم استغلال المساحات بشكل كبير، هنتكلم على كل حال في التفاصيل دي. بس
برضو فكرة ان هنا بتتكلم عن فريق شاب دي ليها يعني ليها ميزتها برضو يا كريم، وليها النقطة اللي انت شوية لازم تعمل لها حساب. امبارح كمان الحساب الرسمي لكأس العالم للأندية نشر صور ثلاثي عندنا وسط الأهلي، عندك ديانج والسولية وفتحي على موقع التواصل الاجتماعي تحديدا تويتر، وقال كده عليها: علما يملك ثلاثي كأليو ديانج وعمر السولية وحمدي فتحي في خط الوسط لا يخشى أي خصم، الأهلي مستعد لكأس العالم للأندية. أعتقد ده تعليق حماسي جميل لو إحنا علقنا وشفنا يعني زي ما إحنا شايفين كله مستعد للمنافسات. تكلم عن الجماهير كمان مترقبة للمباراة، يعني أعتقد إن هتكون فيها متعة كمان، غير إن إحنا أكيد عايزين نفوز، بس أعتقد إن إحنا هنشوف مباراة ممتعة أو بطولة كمان ممتعة هذا الموسم. يا رب إن شاء الله. طيب، وللمزيد من التفاصيل حول حالة الطقس المتوقعة الأيام القليلة القادمة، احنا معانا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتورة منار صباح الفل على حضرتك وأهلا بيكي في 10 الصبح في الأهلي. صباح الفل على حضرتك أستاذ كريم وأستاذ نهاوند وكل السادة المشاهدين، أهلا بيكي يا فندم. احنا النهاردة بقى الوضع هيختلف حبتين، احنا مش بس عايزين نعرف المتوقع في حاله الطقس في مصر فقط، عايزين نعرف كمان النهارده الاجواء في المغرب عامله ازاي. حضرتك عارفه بقى طبعا النهارده نقطه الانطلاق للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه ان شاء الله. تعالي نبتدي بالمغرب وبعد كده ندخل في تفاصيل مصر وبقيه المحافظات. هو طبعا المغرب بتشهد انخفاضات في درجات الحراره تعتبر حول المعدلات، يعني العظمى فتره النهار هتروح ما بين 18 19 درجه مئويه، ده طبعا على كمان المناطق الموجوده في الرباط وطنجه والمناطق اللي هيحصل فيها الماتش ان شاء الله. خلال فترات الليل طبعا في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره الصغرى ما بين الست والسبع درجات، فالاجواء فتره الليل بتكون شديده البروده، فرص الامطار ضعيفه جدا اليوم على المغرب، يعني ممكن لو حصلت حتى تكون امطار خفيفه غير مؤثره تماما، يعني شفت استقرار عن كمان جمهوريه مصر العربيه. كويس، لان اليومين اللي فاتوا كانت تطوان الدنيا غرقانه فيها امطار، يعني شفنا طبعا لقطات كتير للفريق بيتدرب تحت المطر. كمان بالفعل كان في تساقط الامطار والثلوج في المغرب الايام الماضيه. طيب بالنسبه لمصر بقى يا فندم، احنا طبعا نشط جمهوريه مصر العربيه منذ امس حاله من التقلبات الجويه وحاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه بسبب تاثرنا بوجود امتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، مصادر الكتل الهوائيه كمان اختلفت اصبحت قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، فبنشهد انخفاض في درجات الحراره على كافه انحاء الجمهوريه، العظمى فتره النهار على القاهره الكبرى متوقع اليوم 17 درجه مئويه، خلال فترات الليل هتكون 10 درجات، يعني هنحس بالاجواء المائله للبروده فتره النهار، بارده لشديده البروده خلال فترات الليل، بالاضافه كمان ان اليوم في نشاط للرياح سرعاته توصل ل 40 كيلومتر على الساعه، يمكن كلنا ملاحظينه الان، نشاط الرياح هيخلينا نحس اكثر ببروده الطقس وانخفاض درجات الحراره، هنحس كمان ال 17 يمكن اقل من 17 درجه مئويه بسبب نشاط الرياح، كمان نشاط الرياح مثير لبعض الرمال والاذربه خاصة في بعض المناطق الموجودة في شمال الصعيد شمال محافظة البحر الأحمر وسط سيناء، نشاط رياح أيضا هيؤدي لاضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ارتفاع الأمواج يتجاوز 4.5 متر على البحر المتوسط وغير مؤهل تماما لأعمال الصيد والملاحة البحرية. مع انخفاض الحرارة ونشاط رياح طبعا في فرص سقوط الأمطار كان ابتدت بالامس على السواحل الشماليه للبلاد، اليوم متوقع استمرار الامطار ما بين المتوسط الى الغزير والرعد احيانا على المحافظات المطله على البحر المتوسط، كافه المحافظات المطله على البحر المتوسط ممكن كمان يصاحبها تساقط لحبات البرد اللي هي الكرات الثلجيه. حصل اليومين اللي فاتوا في اسكندريه. بالفعل متوقع اليوم يكون على يعني خاصه الاسكندريه والبحيره كفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، الامطار كل ما تقدمنا للمناطق الداخليه كانت اقل، فرص الامطار اليوم في جنوب الوجه البحري امطار ما بين الخفيفه ممكن تكون متوسطه احيانا محافظات مدن القناه وسط سيناء، خلال فتره المساء الامطار ممكن توصل لبعض المناطق من القاهره الكبرى خفيفه ممكن تزيد عن الخفيفه شويه، ده مجمل الامطار اليوم والحاله الجويه دي. مع غدا ان شاء الله يكون في تحسن نسبي في الاحوال الجويه، فرص الامطار هتنحصر فقط في السواحل الشماليه للبلاد ومحافظات شمال الوجه البحري، كمياتها هتكون اقل من اليوم، امطار ما بين الخفيفه المتوسطه، سرعات الرياح هتهدأ كمان عن اليوم غدا الخميس ان شاء الله، لكن انخفاض درجات الحراره ده اللي متوقع يستمر معانا لمنتصف الاسبوع القادم على الاقل. ان شاء الله، جميل، انا بشكر حضرتك على وجودك معانا بتسعدينا وبتشرفينا دايما، شكرا دكتوره منار غانم. نفصل اجواء شتويه دخلنا في الفورمه اللي احنا مستنيينها بقالنا فتره. صحيح، هي ساعه هتلاقي ده اسبوعين وبعدين هتلاقي الجو. نكملوا اسبوعين. كملوا. روح فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك. خلينا دلوقتي نتابع اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه زي ما احنا متعودين كل يوم، ومريم سميح هتكون معانا من مقر النادي الاهلي بالجزيره. مريم بونجور، صباح الفل عليكي، اتفضلي.
صبح عليك يا نهاوند، وصبح عليك يا كريم، وصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، هيكون معانا فيها كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي، سواء الفريق الأول طبعا لكرة القدم أو الفرق الرياضية المختلفة، وكمان يعني كل الأجواء هنا بمقر النادي وأيضا الفروع الأخرى. خلينا نبدأ طبعا بالفريق الأول لكرة القدم اللي النهاردة عنده مباراة هامة جدا أمام نادي أوكلاند سيتي، ده طبعا في افتتاحية كأس العالم للأندية أو الدور التمهيدي، وطبعا المباراة اللي هتقام في تمام الساعة 9 مساء على استاد ابن بطوطة بمدينة طنجة بالمغرب. الحقيقة يعني أن كلنا ثقة في رجال النادي الأهلي النهاردة أن هم الحقيقة يتخطوا يعني خطوة أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية في كأس العالم للأندية، والحقيقة يعني أن كل الجماهير أمال كبيرة جدا أو حاطة أمال كبيرة جدا على يعني فريق النادي الأهلي. خليني بقى نقول لكم يعني يمكن الاستعدادات الخاصة بالفروع المختلفة للنادي الأهلي لاستقبال طبعا يعني مشاهدة هذه المباراة. الحقيقة يعني أن الثلاث فروع أو المقر النادي الأهلي بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد، الحقيقة أن هم يعني فاتحين أبوابهم النهاردة منذ الصباح الباكر يعني كالعادة، لأن الحقيقة هيكون أو يعني هيستقبلوا يعني عدد كبير جدا من أعضاء النادي الأهلي اللي بيكونوا متعودين أن هم يشاهدوا مثل هذه المباريات طبعا في هذه يعني المحافل الكبيرة أو تحديدا كأس العالم للأندية. الحقيقة أن مقر النادي الأهلي بالجزيرة وكمان فرعي طبعا يعني مدينة نصر والشيخ زايد، الحقيقة أن هم يعني هيكونوا على أتم استعداد، رافعين حالة الطوارئ في كافة الخدمات أو كافة يعني الإدارات الخاصة بهذه الأندية أو هذه الفروع. يعني الحقيقة أن سواء إدارة الخدمات إدارة الأمن وكلهم يعني والمنافذ كمان المختلفة داخل النوادي، الحقيقة أن هم على أتم استعداد لاستقبال طبعا أعضاء نادي الأهلي لمشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي النهاردة في تمام الساعة 9 مساء. ننتقل بقى لقطاع الناشئين طبعا. يعني اهلي 2005 حقق فوز مهم امبارح على نادي الاتحاد السكندري بثنائيه نظيفه طبعا او 2-0 يعني. الحقيقه ده طبعا في الجوله 19 من بطوله الجمهوريه، الحقيقه كانت مباراه كبيره، ودايما قطاع الناشئين بيحقق الحقيقه يعني مباريات هامه جدا او بيحقق نتائج هامه جدا في المباريات الخاصه بيه، والحقيقه يعني ان ده او بكده يعني بهذا الفوز رفع طبعا يعني 2005 او اهلي 2005 رصيده ل 44 نقطة، وبكده يكون هو مستمر في صدارة طبعا ترتيب جدول بطولة الجمهورية، وده طبعا يعني بعد الفوز في 13 مباراة والتعادل في 5 مباريات. ننتقل بقى يعني للفرق الرياضيه الاخرى، ولكن خلينا طبعا الخبر يعني الخاص بالنشاط الرياضي وكابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي. الحقيقه ان هو اعلن في خبر هام طبعا اكيد التعاقد مع يارا اسامه ده لتدعيم طبعا صفوف فريق سيدات سله الاهلي، والحقيقه يعني ان طبعا النشاط الرياضي بقياده كابتن خالد العوضي الحقيقه ان هو الحقيقه على مدار الشهور الماضيه او على مدار الاشهر الماضيه ان هو يعني نجح في طبعا التوقيع مع عده صفقات كبيره في مختلف طبعا الفرق سواء يعني سله او هاندبول او كمان فولي بول. الحقيقه ان هو قدر ان هو يضم عدد كبير من اللاعبات واللاعبين لصفوف هذه الفرق طبعا علشان يعني يكون في نتائج كبيره جدا خلال الفتره المقبله في مختلف البطولات. الحقيقه يعني ان كابتن خالد العوضي اعلن ان يارا اسامه هتكون اضافه كبيره جدا لسيدات سله الاهلي خلال الفتره المقبله، وان هي كمان جاهزه للمشاركه في التدريبات الجماعيه علشان تكون جاهزه كمان المشاركة في المباريات على طول خلال الفترة المقبلة، ده طبعا تحت قيادة كابتن طارق خيري المدير الفني لسيدات سلة الأهلي. يعني كمان يمكن رجال سلة الأهلي بعد تحقيق الفوز خلال الثلاث مباريات الماضية ده طبعا في الدور الترتيبي من الأول للثامن من بطولة دوري السوبر للمحترفين لكرة السلة رجال، الحقيقة يعني أن آخر مباراة لي في دور الذهاب أو الإياب عفوا هتكون يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 6 مساء أمام نادي سموحة، ده طبعا على صالة نادي سموحة. الحقيقة أن دي هتكون آخر مباراة في هذا الدور، وهيكون في توقف دولي حتى يوم 6 من مارس المقبل، وبعد كده يرجعوا بقى طبعا لمواجهة قوية جدا يوم 6 مارس أمام نادي الزمالك. والحقيقة يعني أن فريق رجال سلة الأهلي قدر أنه هو يفوز في كل المباريات الماضية سواء أمام طبعا نادي طلائع الجيش وأيضا المصرية للاتصالات ومصر للتأمين، والحقيقة يعني المباراة هامة جدا أمام نادي سموحة بتنتظره يوم الجمعة المقبل، وبعد كده زي ما أنا قلت هيكون في توقف لمدة شهر أو أكتر كمان من شهر
برضو بمباراة هامة جدا في هذا الدور، الدور الترتيبي من الأول للثامن، هتكون أمام نادي الزمالك يوم 6/3. بنتمنى لهم كل التوفيق سواء في مباراة يوم الجمعة المقبل أو أيضا مباراة نادي الزمالك إن شاء الله يوم 6/3. ايضا رجال طايره الاهلي في مباراه هامه جدا امام طلائع الجيش غدا الاربعاء، هتقام في تمام الساعه 4 عصرا، ده طبعا في استاد القاهره، وبعديها بيوم او يوم الخميس على طول هيكون في مباراه امام نادي الزمالك في تمام الساعه 8 مساء. اخيرا بقى سيدات كره اليد، يعني عندهم مباراه هامه جدا يوم الخميس مع نادي الزمالك، ده طبعا يعني في منافسات بطوله الدوري. الحقيقه ان احنا نتمنى كل التوفيق لكل الفرق الرياضيه المختلفه يعني بمختلف انشطتها، طبعا زي ما احنا شفنا خلال الفتره الماضيه حققوا نتائج كبيره جدا، اكيد بنتمنى ليهم في المباريات المقبله ان هم يحققوا نتائج كبيره جدا. والحقيقه ان انا بختم كلامي يعني ان احنا بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي النهارده، رجال النادي الاهلي النهارده لكره القدم في مباراه أمام أوكلاند سيتي، إن شاء الله يفوزوا في المباراة الافتتاحية طبعا، علشان طبعا زي ما احنا عارفين النادي الأهلي بيمثل مصر في هذه البطولة الكبيرة، إن شاء الله يعني يكونوا على قلب رجل واحد ويحققوا نتيجة كبيرة جدا زي ما احنا معودين أو زي ما هم معودين جماهير النادي الأهلي. بشكركم جدا، الكلمة ليكم مرة أخرى. لا كالعاده يا مريم انت بتعملي تغطيه يعني كافيه فما بيبقاش في اسئله قوي، بشكرك جدا. ويمكن باين كمان من الاجواء عندك زي ما دكتور منار قالت لنا ان الجو الى حد كبير مختلف النهارده، في انخفاض في درجات الحراره، في يعني رياح شويه حتى لو خفيفه زي ما احنا كنا بنتابع مع حضراتكم. طيب نخش بقى على الصحافه دلوقتي وخلينا نقرا منشطات نشوف كده الصحف المختلفه تحديدا المغربيه كمان والمحليه قالت ايه عن مشاركه الاهلي في المونديال. نبدا معاك يا كريم. البدايه مع جريدة العمق وعنوانها الرئيسي بيقول في أجواء العمق المغربي طبعا. العمق المغربي في أجواء المرح والحماسة الأهلي المصري يخوض آخر حصة تدريبية قبل أول مباراة بالمونديال. حلو كمان ان لما انت بتتكلم عن ان البطوله مقامه في المغرب ويجي بعد كده صحف او تيجي بعد كده صحف مغربيه تتحدث قد ايه ان المنافس بتاعك اللي هو النادي الاهلي بطبيعه الحال يعني بيتكلموا بشانه بمنشطات قويه وبيتكلموا قد ايه هو برضو نادي له تاريخ ونادي قوي. ده مش المنشطات الوحيده، احنا جايبين لحضراتكم حاجه سريعه بس، في فعلا صحف كثيره تغنت بالنادي الاهلي، يعني بتكلم مغربيه وغيرها، باداء النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وسكواد النادي الاهلي، وتغنت بالمناسبه بكابتن محمود الخطيب ووصوله والاحتفال اللي كان موجود من قبل الجماهير المختلفه اللي مسافره ومنها من الجاليات المصريه في المغرب، فكل ده كان فعلا ظاهر في الصحف والمواقع المختلفه، حاجه لو هنرجع نقول هي حاجه تشرف بصراحه. الشرق الاوسط كمان تحدثت قالت كاس العالم للانديه من يوقف الهيمنه الاوروبيه، ده كان تساؤل يعني يقول لك الاهلي المصري واوكلاند سيتي نيوزيلندي في مواجهه افتتاحيه والهلال يتدرب للوداد، ان شاء الله تبقى كمان يا كريم او يبقى افتتاح يليق بالدوله يليق بدوله المغرب ويليق بالبطوله. وانا اتوقع جدا يمكن تابعنا مع حضراتكم برضو بعض الملامح كده حول حفل الافتتاح، طبعا هيبقى فيه كذا فقره غنائيه وهيبقى فيه شو وهيبقى فيه حاجات زي كده، وطبعا التذاكر كلها تم بيعها، لكن ان شاء الله برضو كمان الافتتاح يكون يعني في نفس حجم البطوله، دي حاجه مهمه. وان شاء الله بقى يعني الافتتاح بتاعنا احنا بقى بالنسبه لنا ولقاءاتنا في هذه النسخه ضربه البدايه، برضو ان شاء الله نكون موفقين. في جريده الوطن المصريه عنوانها الرئيسي بيقول الاهلي ومونديال العشق والغرام، فيها ايه الكوره الا انت، يعني يا سلام على الكلام الجميل. بيكلم كمان بقى من هنا بدأ الحلم ويا لها من ذكرى ومن الأسطورة وضد الخطر أولاد العم سابقا، يعني بيتكلم بقى مع كل عامل زي كده جدولة عامل زي الدراسة، كانت حاجة حلوة فعلا من الوطن بصراحة، وفكرة هنا الإلمام بهذا الملف ومشاركة الأهلي. من الوطن أيضا عندك الأهلي ومونديال العشق والغرام، وده استكمال للخبر اللي كان بيتكلم فيه كريم، وجايب بقى تفصيلي كده 7 المشاركات بالتواريخ بالفوز بالخسارة بردود الأفعال، يعني جايب لك أرقام بصراحة برضو يعني ملف حلو الوطن عامله للي عايز يتابع. نروح بقى ايه لليوم السابع. الاهلي يفتتح مشواره بكاس العالم للانديه الليله بمواجهه اوكلاند سيتي بالمغرب، كولر يبحث عن انجاز عالمي مع المارد الاحمر، البرت ريارا يرفع شعار التحدي امام بطل مصر، وجوزيه بطل المواجهه عفوا جوزيه بطل المواجهه الوحيده بين الفريقين.
عجبني التصريحات اللي تحدث بشأنها برضو يعني المدير الفني لأوكلاند سيتي، ان هو اولا هو لم يقلل من اي خصم، يعني وتحديدا لما يبقى خصمك النادي الاهلي هو ما فيش مجال انك تقلل منه، بس فكره هنا لم يقلل بمعنى ان هو ما اشعرش الناس ان هو الجيم ده او البطوله دي او الافتتاح ده هيكون مضمون ابدا. قال لك انا بلاعب واحد من أكبر الأندية إفريقيا وعربيا، أنا بلاعب واحد شارك بمعدلات كبيرة جدا، فاز بكذا بطولة، عنده سكواد رائع. يعني هو برضو هنرجع نقول تحدث بشكل محترم حول النادي الأهلي، من فريق، من إدارة فنية، من تاريخ برضو في مشاركة وبطولات، فده ممكن يدي برضو فكرة كده شوية زي ما بتقال إيه جلمبس او يعني بوادر حلوه، بوادر حلوه. على الصعيد الثاني برضو مارسيل كولر عمره ما كان بيتحدث ان في مباراه سهله ومباراه صعبه، خصم سهل وخصم صعب، او حاجه مضمونه او مباراه غير مضمونه، دايما يتحدث ان كل مباراه لها ظروفها، وبالعكس هو دايما بيقول المباراه السهله هي دي اللي من خلالها تقدر تحقق وتحصل على البطوله. المباراه الاولى كذا مره اوكلاند سيتي تحدث كولر بشانها، قال لك انا ماليش دعوه في اللي جاي، انا باصص على دلوقتي، دي بالنسبه لي بطوله في حد ذاتها، اعدي من دي ابص على اللي بعده، لكن انا مش هبص بقى انا هعمل ايه مع ريال مدريد، انا ممكن ما اقابلش ريال مدريد، مهم جدا ان انا ابدا من دلوقتي. اوكلاند سيتي عثره كبيره وزي ما بتقال كده منافسه هيكون فيها شديده جدا على الارض، فنتمنى ان شاء الله ان احنا نعديها بكوره حلوه وبنتيجه كمان احلى، وكان فكر بقى في اللي بعده، يعني مش عايزين نشغل ونشتت نفسنا واللعيبه دلوقتي ونضغط باي شكل من الاشكال. صح ولا ايه؟ صح جدا، وان شاء الله تكون ضربه البدايه موفقه باذن الرحمن النهارده. بالمناسبه عايزين نعرف حضراتكم ان كان في مجموعه اخبار كتير نسبيا عن اصابات نجوم في مجموعه من الفرق العالميه، للاسف الشديد هنبتديها بمحمد النني، يعني ما كناش نتمنى ان النني يكون من ضمن قائمه الاصابات. امبارح اعلن نادي ارسنال الانجليزي تعرض محمد النني لاصابه قويه في الركبه هتتسبب في غيابه لفتره طويله عن الملاعب، وقال بيان رسمي للنادي ان ده حصل بعد اصابه تعرض لها في جلسه تدريبيه وانها اصابه خطيره في ركبته اليمنى. النني بالفعل اجرى عمليه جراحيه في لندن وان شاء الله يعني يتم شفائه عاجلا باذن الله، ولكن بموجب هذه الجراحة هيتم استبعاده من حسابات الفريق لفترة طويلة. يمكن لم يعني يحدد بيان أرسنال مدة الفترة اللي هيغيب فيها النني بشكل واضح أو دقيق، لكن قال سيتم يعني وضع جدول زمني أكثر تفصيلا بمجرد الانتهاء من المراحل الأولى من إعادة التأهيل للعب، وكل شخص في النادي سيقدم كل الدعم للنني ويعمل بجد حتى يتمكن من العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن. طبعا بنقول لمحمد النني مليون سلامة عليك وإن شاء الله يعني يرجع بالسلامة سريعا. بالمناسبة هو كان سبق كمان وغاب لعدة أشهر في مطلع الموسم الجاري عن الملاعب بسبب برضو إصابة قوية تعرض لها وقتها، ولم يتم في ذلك الوقت الكشف عن تفاصيل هذه الإصابة، لكن اللي حصل أنه رجع في نوفمبر الماضي يلعب مرة تانية، وإن شاء الله يرجع مرة تانية برضو سريعا جدا، وإن شاء الله خير. يعني الواحد بيزعل لما بيسمع أخبار مش لطيفة، وخصوصا أخبار الإصابة لأي حد من لاعبتنا المصريين المحترفين في الخارج، لكن إن شاء الله يعود بالسلامة بسرعة. هو في إصابات كتيرة الموسم ده في كل أنحاء العالم، كمان لو هتكلم عن بي اس جي، باريس سان جيرمان كمان أعلن عن إصابة نيمار، ومانشستر يونايتد كمان عن إريكسن، يعني في إصابات إلى حد ما برضو شوية بتكون ملهاش لازمة يعني في الوقت الحالي، إن كل العالم بيشهد دلوقتي مواسم صعبة أو تنافسية فيها شديدة. على كل حال أخبارنا في الفقرة الأولى خلصت، هنروح بقى لفاصل ونرجع مع حضراتكم عشان نستقبل طبعا نجمنا الكبير كابتن فتحي نصير، خليكم معنا. عودة لعشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم في أولى فقراتنا الحوارية، وطبعا زميلة نهواند بتعتذر عن استكمال ما تبقى من حلقة النهاردة، هي من أول اليوم الحقيقة جاية وعندها إصابة كمان زي حالاتي كده في صباع الإيد، بس واضح ان الالم زاد عليها حبتين، بس ان شاء الله خير وتكون موجوده معانا ابتداء من يوم الاحد الجاي باذن الله. طبعا النهارده هتنطلق مباراه النادي الاهلي واوكلاند سيتي في بطوله كاس العالم للانديه، الكلام ده هيحصل الساعه 9 مساء ان شاء الله، اكيد هنتكلم عن شكل المباراه وادارتها وتفاصيل كتيره جدا متعلقه بهذا اللقاء بصفه خاصه، وبمشوار النادي الاهلي في النسخه دي من كاس العالم للانديه بشكل عام،
وعشان الكلام يحلو ويبقى موزون معانا ومنورنا كابتن فتحي نصير نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق وايضا المحاضر الدولي والافريقي. يا صباح الخيرات على حضرتك يا كابتن، اخبارك ايه؟ صباح الخير، كله تمام الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله يا رب دايما في احسن صحه واحسن حال. يا رب يا رب ان شاء الله. النهارده بقى ان شاء الله بدايه المشاركه رقم 8 للنادي الاهلي عبر تاريخه للمره الثالثه على التوالي في مونديال الانديه. شايف حضرتك ان النسخه دي من المونديال الاوضاع فيها مختلفه شويه، الصعوبات هتبقى اكتر نسبيا من المشاركات السابقه للنادي الاهلي، ولا رؤيتك ايه؟ رؤيتي الاول بسم الله الرحمن الرحيم، ونقدر نقول الحق حق ان يتبع. يعني ايه الحق حق ان يتبع؟ ده مش كلامي ولا اخراجي، ان ربنا سبحانه وتعالى ان بعد ما احنا حصل علينا ظلم في نهائي البطوله وان احنا ما كناش هنشارك، تشاء الظروف وتشاء الاقدار ان المغرب الشقيق يستضيف هذه النسخه، وبالتالي اصبح الوداد هو صاحب الملعب، وبالتالي لازم يجي ضيف تاني، والضيف هو كان النادي الاهلي. فده شرف لنا كلنا، النسخة التامنة، وده رقم ما حصلش في البطولات كلها، حتى بالنسبة لأندية أوروبية ما حصلتش، أندية أمريكا اللاتينية ما فيش، لكن إذا ده رقم واحد نعتز به كنادي أهلي وجمهور النادي الأهلي وجمهور المصري عموما. النسخة دي يا كباتن لها خصوصية في إن مقامة في توقيت احنا محتاجينه كنادي اهلي او كمنطقه عربيه، ان احنا بعد كاس العالم وبعد اللي شفناه في كاس العالم للدول، فده كاس العالم للانديه، فدي مرايه لمستوى كل الفرق. احنا لم نشارك في كاس العالم للدول، فبنشارك في كاس العالم للانديه، اذا مصر حاضره بالنادي الاهلي. جميل. يقال انه ابتداء من النسخه القادمه من كاس العالم للانديه الاوضاع هتتغير فيها، وعدد الفرق اللي هتشارك هتختلف كتير. يعني اللي انا عارفه انه هيبقوا 32 فريق، مش يعني مش مالي ايدي قوي من مدى دقه الرقم او من مدى صحه المعلومه، حضرتك اكيد ادرى مني. لا هي يعني دي افكار، والافكار لم يعني لم ترقى الى قرارات او الى واقع، يعني هي قيد المناقشه. ايوه قيد المناقشه وكده، لان 32 هم عاوزين بقدر الامكان يخلوا اكبر عدد من الدول مشارك، زي دول اللي هي مشاركه في بطوله كاس يعني كاس العالم للدول، عاوزين يعملوا كاس العالم للانديه بنفس عدد كاس العالم للدول. فكان في قطر كان في 32، عاوزين يعملوا هنا 32. مش كاس العالم اللي جاي نفسه هيبقى 48؟ هيبقى 48 بس هم عاوزين، مش هيبداوا مره واحده 48 تدريج يعني. فعاوزين يعملوها، لان انت طب الاسباب تجاريه اعلانيه ليها علاقه مثلا بحقوق البث ونسب المشاهده والنوع ده من الامور، ولا بيبقى لها حسابات ثانيه؟ لا هو ده نمره واحد. كره القدم دلوقتي اصبحت تمثل دخل للدول، تمثل دخل للانديه، تمثل دخل لكل المنظومة الكروية على مستوى العالم. فطبعا كل واحد بيفكر إزاي يزود الدخل ده، يزود الدخل ده من عدد زيادة عدد المباريات، من كم المشاهدين اللي هيشاهدوا، لأن 32 يعني 32 دولة، يبقى الناس هتشوف كتير، يبقى ده بالتالي بيرفع من عدد أو نسب المشاهدة على مستوى العالم، فبالتالي نسب الإعلانات تزيد، فبالتالي نسب الدخل والإنكام للاتحاد الدولي يزيد، ويقدر يوزعه برضو على الأندية اللي هي تمثل بلادها. بس هو يعني الاتحادات كمان بتبقى معنية قوي بالشق التجاري ده، يعني فكرة ان الفيفا ممكن تبقى شايفة البطولات اللي بتنظمها الويفا العوائد المالية بتاعتها اكبر منها هي شخصيا، فتحس بشيء من الغيرة فتغير في بعض القوانين عشان يبقى في مساحه لفرق اكبر تشارك. يعني الحسبه دي داخله حتى في الاتحادات الدوليه في اي دوله في العالم، او في اي نظام كروي في العالم، او اي نظام لعبه كره سله، كره طايره، كره يد، كل الحاجات دي بيفكروا في ازاي يجيبوا انكم ويجيبوا فلوس ويجيبوا من دعايه، لان اصبحت كده صناعه اسمها صناعه كره القدم. هي بقت تجاره اقرب منها للصناعه، مش كده؟ يعني نقول ما هي الصناعه بتؤدي الى تجاره. يعني الصناعه بتجيب منتج، والمنتج ده انت بتسوقه، وبالتسويق ده بتجيب فلوس. اوكي. يعني هي بتبدا بان انت تصنع الشيء، فهم بيصنعوا المسابقه ثم يسوقوها ثم يجيبوا لها دخل،
والدخل ده يجي يتوزع على الكل. اوكي. طيب النسخة دي من كأس العالم للأندية حضرتك برضو توقعاتك فيها ايه؟ شايف مين الأقرب للوصول للمربع الذهبي؟ مش هقول لحضرتك للماتش النهائي بس على الأقل المربع الذهبي رؤيتك ليه؟ مين الأسماء اللي هتكون موجودة فيه؟ يعني الأسماء احنا طبعا نتمنى إن شاء الله بإذن الله يكون النادي الأهلي يارب. أحد أضلاع المربع الذهبي. طبعا ريال مدريد مفروغ منه معانا كده كده ده يعني ما نقولش حاجه لكن ربنا يسهل ان شاء الله. احنا بس انا عايز احنا هنبدا النادي الاهلي خطوه خطوه مباراه مباراه مش عاوزين نفكر في اخر مباراه قبل ما نفكر في المباراه. في مباراه النهارده ان شاء الله ربنا يسهل نكسبها ايا كان الفريق ايا كان مستواه ايا كان موقعه ايا كان موقعه الجغرافي في العالم هو فين او مستواه الفني فين. احنا عاوزين ان شاء الله نطلع بالماتش النهارده ثم نفكر في الماتش اللي بعديه. لكن ما بنفكرش كابتن كريم في ان انا هنا وبفكر في يعني. طبعا طموح موجود الطموح بنخليه على جنب كده وخلينا ننفذ بقى. دخلنا التجربه دخلنا المعركه معركه كرويه يعني مش أيوة. معركه خناقه لكن ان احنا عاوزين دلوقتي نكسب هذه المباراه ولكل مباراه طريقه لعب ولكل مباراه اختيار مجموعه لاعبين وكل مباراه لا اسلوب اداء للاعبين. فرقه دي غير دي غير دي غير دي اكيد اهلي كاس العالم غير اهلي الدوري المصري مختلف غير اهلي افريقيا طبعا. كل بطوله من البطولات دي لها طريقه وفيها اسلوب لعب واداره لعب. واكيد ان طبعا عندنا مدرب فاهم الحكايه دي لان المدرب الفاهم ده قال يعني تقريبا نصا كل حضرتك تفضلت بيه من شويه قالها بصيغه مختلفه حبتين بس بتادي نفس الغرض ونفس المعنى. فكره ان احنا مش هنفكر في اللي جاي. انا بالنسبه لي ماتش اوكلاند سيتي ده بطوله في حد ذاته نركز فيه وما معناه ان لكل مقام مقال. تقريبا نفس اللي حضرتك تفضلت طب الحمد لله يعني ان تطابق في الاراء لا يعني الاراء العلميه ما حدش بيختلف فيها أيه. لما الناس تقول ان الشمس طالعه خلاص كل الناس هتقول الشمس طالعه ده علم أكيد. فانا لما بقول الكلام ده انا مش عايش معاه هناك في المغرب ولا في افكاره لكن بنقول بمثل هذه البطولات وهذه المناسبات وهذه المنافسات كل حاجه بتتعمل ازاي. ولو كنت حضرتك بقى قاعد معاه في المغرب وبتتجاذبوا اطراف الحديث وميلت عليه عشان تقول له نصيحه ما تحب تنصحه وتقول له ايه؟ نصيحة ما أنا الأولاد أو اللعيبة عارفين إن هذه المباريات هم عندهم تجارب قبل كده في جزء منهم مش كلهم في بعض اللعيبة لعبوا البطولات دي قبل كده فعارفين بطولة اسمها كبير قوي كأس العالم لكن إحنا هذه المباراة هي المباراة يعني بنعتبرها النهائية بتاعتنا لأن بدي هتصعدني فوق مش ان انا مباريات دوري هجمع نقط والعب على دي على التعادل والعب دي على ايه لا مفيش الكلام ده. انا بطلع عشان عاوز اطلع السلم فهذا في طلوع خطوه في السلم. السلم ده فين؟ ان انا اكسب هذه المباراه. فتركيزي كله على المباراه دي. درسوها اكيد شافوا لهم شرائط فيديو شافوا مستوياتهم ايه شافوا نقط القوه نقط الضعف ازاي ممكن نتغلب على نقط القوه اللي هناك بان احنا نسيطر عليها ازاي نستغل نقط الضعف اللي عندهم. كل المنظومه دي كلها بنفكر في هدف واحد وهو ازاي اكسب هذه المباراه. النادي الاهلي رايح بايه نقول بمكتمل مكتمل ازاي مكتمل لاعبين مكتمل اداره فنيه مكتمل اداره رئيس الاتحاد رئيس النادي نفسه موجود هناك رئيس اتحاد الكره موجود هناك برضه بدعوه من الاتحاد الدولي فلان الاتحاد الدولي بيدعو رؤساء الاتحادات المشاركة في هذه البطولة ده بروتوكول بتاع الاتحاد الدولي بيدعو الفرقة بيدعو مجلس إدارة النادي بيدعو الفرقة كاملة زائد الأوفيشال الإداريين زائد عدد من الجيست كل ده اللي بيعمله الاتحاد الدولي بس عشان الناس ما تفهمش يقول لك ده النادي الأهلي رايح بكل دول ليه؟ هو مش كل دول الأهلي ما يدفعش حاجة اللي رايحين بكل القوة دي لأن في بروتوكول الاتحاد الدولي عدد من موجودين في النادي الاهلي لاعبين اداريين اجهزه فنيه اجهزه طبيه ثم مجالس الاداره والاوفيشال وكده اللي بترأسها كابتن محمود الخطيب. على ذكر كابتن محمود الخطيب كالعاده كل مره بيترأس فيها بعثه النادي الاهلي للمشاركه في اي بطوله من البطولات دايما بيبقى لها انعكاسات طيبه جدا على اللعيبه وكمان على الجماهير.
فيها شيء من الطمأنة زي ما بتحصل للعيبة بتحصل كمان للجماهير. أكيد يا كابتن. ليه؟ لأنه هو واحد طلع من نبت هذه الأرض، طلع من الملعب ده، فهو عاش الملعب ده. فاللاعب لما بيسمع الخطيب بيكلمه يبقى كابتن محمود الخطيب بيكلمني، مش ده المدرب، لا ده واحد كان بيلعب زيي. فالقناعة بتبقى موجودة طبعا. يعني هو بيعيد بالتاريخ، اللاعب نفسه يعيد بالتاريخ نفسه لما يشوف محمود الخطيب كان بيعمل ايه في الملعب او الحاجات دي كلها. اذا بيقول له على تجارب هم شافوه بيطبقها، اذا بالتالي طبعا هتبقى مقنعه اكتر والاحساس اكتر، وده بينعكس على الجماهير برضو، بينطبق على بقيه الاجهزه الموجوده في الفرقه، الجهاز الطبي لا كده، ودي بتساعد المدير الفني او الخبير. أكيد. المدير الفني مش بيتضايق ان حد يتكلم، ليه؟ لان اللي بيكلمهم بتاع كوره، فهو بيبقى فرحان انه بيرفع من معنويات اللعيبه دي. وتعرف ده يا كابتن كريم بتخلي في حاجه ما بتطلعش بكلام مدربين ولا كلام اعلام ولا كلام اي حاجه، في حاجه اسمها الطاقه المكنونه جوه اللاعبين. الطاقه المكنونه جوه اللاعب دي ما تطلعش، تطلع امتى وتلاقيها ظهرت على اللاعب واللاعب يطلعها امتى؟ بمثل الامثله زي ما بنقول كابتن محمود الخطيب كلاعب ثم رئيس نادي دلوقتي ثم بيكلمهم، فدي هيخليهم يطلعوا الحاجات اللي جوه. المدرب مش هيعرف يطلعها، لكن يطلعها امثال الكابتن محمود الخطيب. الصفقات الجديده ورؤيتك لنسبه مشاركتها وجدوى مشاركتها وانعكاسات مشاركتها في حال مشاركتها، شايف الملف ده ازاي؟ لا هو الملف اصل دي بعتبره ملف شائك. ليه؟ لان هي كاس العالم للانديه مرحله من مراحل اداء النادي الاهلي، سواء كاس العالم للانديه، كاس بطوله افريقيا انديه برضو، ثم عندنا كاس مصر، ثم عندنا الدوري. دي كلها مراحل. هو كمان التفكير بعيد النظر انه ما جيش اضحي او افقد او اخسر احد العناصر اللي انا شايفها كويسه وهتفيد في المستقبل في عشان مباراه. وبالتالي هو بيفكر انا هلعب بطوله كاس العالم، هل اللعيبه دي عشان ما احرقهمش بمعنى اصح بالطريقه البلديه، يقول لك ما يحرقش اللاعب اللي لسه جايبه. هم اختار وانتقى مجموعه لعيبه وما جابش لعيبه كتير، هو جاب بعض اللاعبين في بعض المراكز عشان يكملوا الترس بتاع الاله، عشان الاله تشتغل، عشان التيم يشتغل. فهو شاف ايه اللي ناقصه، جاب هنا وجاب هنا وجاب هنا. طيب امتى المشاركه بقى؟ يعني متى شارك اللاعب ده؟ ده قراره هو. هل فعلا في نقطه ضعف عنده دلوقتي في فرقته بدل اللاعب ده، ولا يقدر يكمل واسيب ده عشان لسه الاندماج له دور، ان انا الاحساس بالملعب له دور، الاحساس بالفرقه لها دور، الاحساس بطريقه اللعب لها دور، الاحساس بالفانيلا الجديده اللي انا لابسها لها دور. كل دي المدرب بيدورها في دماغه على اساس يقول ايه، لا ده انا ده هنخليه شويه، ده هنلعبه في اخر نص ساعه ما نشوف نتيجه المباراه، ده ممكن ابدا بيه. وبالتالي هو ما يقدرش يحرق لعبته باي طريقه الا ما يقدمهم خطوه خطوه لغايه ما ان شاء الله باذن الله. انت لما تكون داخل على اكله كويسه بيقول لك شويه سلطه، شويه شوربه خفيفه، شويه كده، بعدين تخش على الجنب مره واحده الطبق الرئيسي، ما تاخدش على الطبق الرئيسي الاول وبعدين تنسى الحاجات التانية. يعني الحكايه مش مبنيه بالكامل، او مشاركه اللاعبين المستجدين مع الفريق انجاز التعبير مش مبنيه بالكامل على مدى جاهزيه اللاعب ده، في تفاصيل تانية لازم طبعا اللاعب جاهز، هم الحمد لله اللي جايين كلهم جاهزين، وندعو الله ان يبعد عنهم الاصابات. امين. لان في بعض اللعيبه اللي جبناهم اصابتهم كانت كثيره شويه، فاحنا اللاعب طالما هو جاهز، هو جاهز بدنيا، جاهز فنيا، بس هل جاهز ديناميكيا ان هو يخش في اللعيبه وفي الطريق وفي النسيج وفي الفرقه؟ وده معناه ان الافضل او الاكثر منطقيه والاكثر امانا ان السكواد اللي ينزل ويلعب يبقى السكواد اللي هو بقاله كتير بيلعب مع بعض وعارفين بعض من النظره. بالظبط. يعني انا اقول لحضرتك هو بيقيسها ازاي يا كابتن كريم؟ بنيجي نقول انا هلعب سين من الناس، اللاعب ده هيلعب، ده ممكن في الملعب يديني 8 من 10 9 من 10 كمان، مش هقول 8 من 10، ممكن هيديني 9 من 10، اللاعب ده لاعب كويس قوي وهيديني 9 من 10. بس في وسط اللعيبه دي
هم هيبقى مستواهم ايه؟ اللعيبه دي اللي جنبه اللي كان بيديني 7 هيديني 6، واللي كان بيديني 6 هيديني 5، هم هيقلوا. هتقول لي يقلوا ليه؟ لانهم مش مندمجين معاه. هتبقى فيه فرديه. لكن لو نزلت اللعيب اللي اصلا مندمج معاهم مش هيدي 9، هيدي 8 بس، هيرفع الباقيين كلهم يبقوا كلهم 8، يبقى مستوى الفرقه كله، يبقى الاداء العام لازم بيفكر في الشكل العام للفرقه والاداء العام للفرقه، بيفكر في هذه المباراه وعايز المباراه. لكن في فكر تاني احنا ما نحسهوش، لكن المدرب يحس. ايه الفكر التاني؟ المباراه التانيه في ايه؟ والبطولات التانيه فيها ايه؟ لان انا بلعب دي مباراه لوحدها عايز اكسبها، اكسبها بالسكواد بالمجموعه اللعيبه دي، لكن انا برضو عيني مش عايز اخسر لاعب يخسرني بطولات قبل كده انا محتاجه في 10 12 ماتش في بطوله دولي او بطوله كاس. حسبه صعبه قوي اللي مليانه تفاصيل. ما هي التفاصيل. المدير الفني مش الناس بتاخدها بطريقه سهله، بينزل ويختار ده ويختار ده ويعمل الكلام ده، وبعدين امتى تقول لي طب هيفكر في الماتش الثاني ازاي؟ ما هو المفروض يلعب. اول ما الحكم يصفر نهايه المباراه يفكر وقتها هو في الماتش، كل الناس هيقعدوا يبوسوا بعض، وهو لا، مخه هيسرح في الماتش الثاني على طول طبعا. فتلاقيه الفرحه مش هتتم الا في النهائيات، لكن الفرحه الاولى المقدمات دي على طول. نهايه المباراه حكم صفر، خلصت المباراه وهو بيصفر انا بفكر في الماتش اللي بعد كده. الفتره اللي فاتت كان في تالق ملحوظ واداء عام مرضي للنادي الاهلي محليا في اخر كام ماتش سواء دوري او كاس. الحقيقه الى اي درجه الاداء اللي شفناه محليا ممكن يبقى نقطه انطلاق قويه للمشاركه العالميه او الدوليه في النسخه دي من كاس العالم؟ اكيد من حيث ما انتهى الاهلي بنتائجه في مجموعه المباريات ومجموعه البطولات اللي شارك فيها، هو بياخدها بتبقى دي اسلحته اللي واخدها معاه. يعني انت معاك اسلحتك، مهاراتك، اسمك، اسم النادي الاهلي، خبراتك، معنوياتك، ودي مهمه جدا. الفايت سبيريت، الروح القتاليه اللي هي كانت عاليه هنا فهتستمر هنا كمان، اللي انت عاليه لان هي مش واطيه مش واقعه، وانا هرجع دلوقتي احاول ارفع الروح المعنويه واحاول ادي محاضرات واحاول اهيئ اللعيبه. كل الكلام ده المدير الفني مش هيعمله لان هم اوريدي جاهزين، الاكل مستوي، هيخش على طول بيقول لك كل يا كريم. في ناس بتشوف ان المباريات اللي بتتلعب في بطولات كبيره زي كاس العالم للانديه زي ما بيكون فيها تنافسيه في ارض الملعب بين اللعيبه 11 قصاد 11، لكن هي في المقام الاول بيبقى في مباراه تانية موازيه ما بين فكر الاثنين مدربين. لو قارنا يعني فكر مستر كولر حسب رؤيتك ليه خلال الفتره اللي فاتت وبين فكر المدير الفني لاوكلاند سيتي نيوزيلندي، وهو برضو واحد من ابناء جوارديولا، يعني برضو حد مش سهل، تمام؟ تعتقد يعني هيكون في تقارب في التفكير؟ التفكير الاوروبي قريب، دايما قريب من بعض، بس بيرجع بقى للادوات اللي معاك. هل الادوات اللعيبه، الادوات المقصود باللعيبه، أيوة، هل اللعيب هينفذ هذا الفكر اللي انا بفكر فيه؟ هل هم في تنفيذهم هيلتزموا بالكلام اللي انا بقول فيه؟ هل هم باللي انا قلت عليه هيبقوا اولا يفهموه عشان قبل ما يلتزموا بيه؟ ما هو لازم يفهموا ثم يلتزموا ثم يطبقوا. على قد كل مدرب منهم بيوصل للاعيبته ويقنعهم باسلوب لعبه وبطريقه لعبه، وبعدين ثم اللعيبه في النهايه هي هيكون الفيصل. امتى اللعيبه يعني ممكن ما يلتزموش قوي بالخطه اللي هو يعني محطوطه لهم من الاول؟ لا، ما هو يكون مش فاهمينها، يكون هو بيقول بحاجه وهم ما فهموش هو عايز ايه، فتلاقيهم بيطبقوا حاجه. ما فيش لاعب مش عايز يطبق. اللاعب عندنا الحمد لله، الحمد لله لعيبه النادي الاهلي فيها التزام. بس ما انت ممكن وانت بتطبق الخطه المحطوطه لك تتفاجئ في ارض الملعب ان الفريق المنافس بيضحط الخطه دي خالص من خلال خطته هو، من خلال ممكن خطته يستدعي ان انت تغير التكتيك اللي بتلعب بيه. فتحتني نقطه مهمه جدا 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 جدا. دايما بسمع المعلقين في كل مباراه يقول لك ايه الشوط الاول شوط اللاعبين والشوط الثاني شوط المدربين. الكلمه دي مع احترامي يعني انا ما بغلطش في حد،
الكلمة دي أصبحت قديمة، لأن السؤال اللي حضرتك قلته دلوقتي عليه يثبت لك إنها قديمة. إزاي؟ المدرب عامل سيناريو، عامل برنامج، عامل طريقة لعب، بيلعب بخطة معينة. إحنا بنقول الطريقة وقلناها قبل كده اللي هي وقفة اللعبة في الملعب 4-3-3 4-2-3-1 4-2-2-2 دي اسمها الطريقة. الخطة ان اللعيبة اللي جوه الطريقة دي ينفذوها، دي الخطة. ان ايه؟ لما تكون الكرة مع الخصم انت تعمل ايه، ولما تكون الكرة معانا احنا هنعمل ايه، دي الخطة. فالخطة والطريقة مع بعض. ما جاء الفرقة اللي قدامي عمل حاجة تانية، لازم في نفس ما استناش بقى الشوط التاني، لان الشوط التاني بتاع المدربين، لازم ابدا دلوقتي ان انا اغير طالما اكتشفت الكلام اللي حضرتك قلت عليه. واللعيبه يقدروا ياخدوا قرار على طول بشكل عفوي عند اللزوم دلوقتي، هو برضه لازم يستنوا توجيه من لا عرب. هو هيوجه، هو اوتوماتيك، مش هو لازم يقراها قبل ما هم يقروها. يعني هو يحس بيها، لان انا في مكاني هو شايف الصوره كامله. ايوه طبعا. في مكاني في الحته دي طبعا. هو عايز الصورة كاملة، لاقي هنا في حاجة مش مظبوطة وهنا مش مظبوطة. لا يعني الكرة هنا هيلاقي المنطقة دي فيها خطورة لان فيها نقص عددي، لكن هم عددي زيادة، في ثغرات. فهو لازم يقرا الكلام ده قبل ما يحصل حاجة. أوكي. وبالتالي يغير، ويغير طريقة لعبه، او يغير خطته بقى، واجباته جوه الملعب للعيبة. لا بدل ما تعمل كذا بقى انت اعمل كذا. حضرتك لاحظت بقى ان مستر كولر عنده الحتة دي، عنده التفصيلة دي في ضوء ادارته للماتشات اللي فاتت محليا. هي دي كيفية ادارة المباريات. ادارة المباريات كمدرب، زي كابتن كريم نروح بعيد ليه، زي ادارة الحكم للمباريات. ما الحكام كلها، كل حكام عندهم نفس القوانين اللي بيطبقوها، عندهم 17 مادة. هم قانون كرة القدم 17 مادة. هل ده يخفي حتى على الجمهور؟ ما هو الجمهور عارف برضو ال 17 مادة، بس في مادة 18. تقول لي دي مش مكتوبة، أقول لك مش مكتوبة. المادة 18 إيه؟ إزاي الحكم يطبق ال 17 مادة؟ أصلاً يعني إزاي يطبقهم؟ إزاي يقرأ إن دي فعلاً فاول أو مش فاول؟ يصنفها التصنيف المناسب ليها بالظبط، وبالتالي ياخد بناءً عليها ياخد القرار طبعاً. وبالتالي ينجح. إدارة المباراة كحكم، إدارة المباراة كمدرب، إن أنا إزاي أدرها من أول دقيقة لغاية 90 دقيقة. مش الحكم، مش المدرب الشوط الثاني هو شوط المدربين. طب والشوط الأولاني خلاص يعني مش محسوب عندنا؟ يعني اللعيبة تنزل تلعب بمزاجها؟ لا، فلابد أن المدرب يدير المباراة من أول دقيقة حتى آخر دقيقة. طيب خلينا نطبق يعني رؤية حضرتك ورؤية مستر كولر فيما يتعلق بأن احنا نركز في ماتش ماتش، كل مباراة يعني الماتش بماتش وزي ما بيتقال. بناء عليه فيما يتعلق بلقاء الأهلي النهاردة مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي، إيه المخاوف في حال وجود مخاوف اللي قلق حضرتك، وإيه عناصر الطمأنة اللي انت حاسس بيها في الماتش ده؟ قلقان من إيه ومطمن لإيه؟ لا، نبدأ الأول بالطمأنة، لأن الطمأنة هتلغي المخاوف. جميل، اتفضل. طيب الطمأنة في ايه؟ اولا ثقتنا في الله، وثقتنا في لعيبتنا، وثقتنا في اجهزتنا. ثقتنا ان اللعيبه عندهم خبره في المواقف دي، ثقتنا ان لعيبتنا اصبح عندهم نضج في مقابله مثل هذه المباريات، ثقتنا ان لعيبتنا المهاره عند نقول مثلا من ال 25 ولا من ال 23 ولا من ال 20 او من ال 18. المهم النهارده كل اللعيبه هي اللي بتسجل، وانت بتغير التغييرات اللي هي موجوده ليك الخمسه، لكن كل اللعيبه تبقى مسجله، يعني مفيش حد مره تسجيل. انت كل اللعيبه دي مهاراتها ما شاء الله عاليه، مش هلحسيتهم. مهاراتها في الاستقبال، مهاراتها في التمرير، مهاراتها في المراوغه، مهاراتها في استخلاص الكوره من الخصم، مهاراتها في التحرك بدون كوره، مهاراتها في التحرك بعد استلام الكوره، مهاراتها في التحرك قبل ما يستلم الكوره، مهاراتها في التحرك للاعب اللي معاه الكوره، دي موجوده. فطالما الادوات دي موجوده بتطمني ان الفرقه هتبقى هاديه وماسكه نفسها وعندها الثقه اللي تخليها تأدي الكلام ده. الحاجه الثانيه، هم نفسهم المفروض هم يخافوا، لان يعني اشتراكاتهم ويعني هي طويله
لكن لم يحققوا حاجة يعني قبل كده. فبالتالي دي يعني هتقلل منهم أو هتخليهم بس في بداية المباراة هيفركوا شوية ويتنططوا شوية، وبعد كده هيبدأوا يهدوا لما الغلبة للكفة اللي هي الأرجح فنيا ومهاريا وخططيا. طب قبل ما نروح لمخاوف حضرتك، خلينا في إطار الطمأنة والطمأنينة وعشان نطمن أكتر، إحنا معانا لايف فيو من المغرب من طنجة المغربية زميلنا العزيز كريم أحمد اللي هيعرفنا مشكورا على كواليس بعثتنا قبل يعني انطلاق اللقاء المرتقب بساعات قليلة. يا كريم صباح الفل عليك وأهلا بيك معانا في 10 الصبح في الأهلي. صباح الفل عليك زميلي العزيز كريم، تحياتي ليك وتحياتي لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. تتبقى ساعات بسيطه جدا وبنتمنى ان شاء الله بمشيئه الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذه الانطلاقه في كاس العالم للانديه، مباراه مهمه جدا هتفتح لنا ان شاء الله باذن الله الطريق لاستكمال هذه البطوله والوصول لنقطه بعيده جدا ان شاء الله في بطوله كاس العالم للانديه المقامه هنا في المغرب. اجواء يمكن مطمئنه جدا من البدايه، استعدادات كانت على قدم وساق، تركيز كبير جدا للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني من تحضيرات من خلال التدريبات من محاضرات فنيه من جلسات مكثفه الحقيقه لكل لاعبي النادي الاهلي. واضح التركيز الكبير جدا وواضح الهدف اللي محطوط طبعا من كل لاعبي النادي الاهلي، هو هدف الوصول الى اخر نقطه في هذه البطوله بالروح الكبيره جدا وبالاصرار المعهود عن لاعبي النادي الاهلي وبالمسانده الجماهيريه المعتاده اللي بيكون ليها دافع كبير جدا كالعاده لفريق النادي الاهلي. يمكن بقى نطمن كل جمهورنا على اليوم النهارده يكون ماشي ازاي حتى موعد انطلاق المباراه، حاله اللاعبين اقدر اقول لك من لحظات بسيطه جدا انتهى طبعا وجبه الفطار الخاصه بلاعبي النادي الاهلي على ان يكون تدريب بسيط في 11:30 صباحا. انت عارف طبعا يعني يمكن مستر كولر معتاد قبل كل مباراه بيعمل اكتر من 25 دقيقه تدريب بسيط جدا للاعبي النادي الاهلي في فندق الاقامه، نوع من انواع طبعا التاهيل الخاص والبرنامج طبعا التدريبي والتاهيلي للموضوع والخطه التدريبيه المعتاده، ومن بعدها مباشره هيكون وجبه غداء في الرابعه عصرا على ان يتوجه بعثه فريق النادي الاهلي الى ملعب ابن بطوطه في تمام السادسه. كل التوقيتات طبعا اللي انا بتكلم عليها توقيتات طنجه او توقيتات المغرب، لكن انت عارف 8 مساء هنا هي موعد المباراه، 8 مساء يمكن هي موعد المباراه، 9 موعد المباراه بتوقيت القاهره. كل الامور طيبه جدا، وجود الكابتن محمود الخطيب كالعاده يمكن بيدي طمانينه كبيره جدا، منتظرين جلسته البسيطه قبل توجه فريق النادي الاهلي تحفيزه ورسائله المعتاده، لكن يعني يتبقى التوفيق. كل الامور خلاص، الترتيبات الفنيه والتحضيرات الخاصه المعتاده خلاص انتهت، يتبقى التوفيق. 90 دقيقه مهمه جدا محتاجه بذل كل الجهد من لاعبي النادي الاهلي، المسانده الجماهيريه الحقيقه اللي وصلت لنا من الجانب الجماهيري والاشقاء المغاربه الحقيقه اللي بيحفزونا وبيطمنونا ان يكونوا متواجدين مع ايضا كمان جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. فيا رب بمشيئه الله ان شاء الله باذن الله كل الاجواء والطقس والمناخ والظروف، مناخ طيب جدا النهارده الحقيقه، الشمس متواجده، مفيش امطار، رياح بسيطه جدا، فيا رب ان شاء الله كل الامور دي تكون في مصلحه النادي الاهلي وتكون فرحه كبيره جدا جدا لجمهور النادي الاهلي المنتظر الانطلاقه الجيده جدا كالعاده. جميل. طيب يعني الحلو دايما في زميلنا العزيز كريم احمد ان احنا ما بنحتاجش حتى نساله، احنا بس بالكتير نصبح عليه، هو بسم الله ما شاء الله دايما جاهز بكل الاجابات على الاسئله التي لم تطرح حتى. هل حضرتك عندك اي سؤال او استفسار عايز تطمن على البعثه من خلال زميلنا كريم احمد يا كابتن فتحي؟ كريم بسال سؤال، هل هو في عندك اصابات او حاجه في الفرقه في السكواد الرئيسي اللي هو بيفكر فيه؟ يعني كابتن فتحي طبعا انا برحب بيك في البدايه، لكن بطمنك الحمد لله يعني كان في حفاظ كبير جدا على المجموعه، يعني التحذيرات اللي كانت مهمه من لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني ان احنا نحافظ على بعض عشان تكون السكواد ولا المجموعه كلها متكامله ومشاركه في المباراه. الحمد لله ما فيش اي حد بيشعر بشيء، ومفيش اجهاد، ما فيش اي حاجه، نتمنى ان شاء الله باذن الله حتى وصلنا الى ملعب المباراه. انت عارف ممكن تكون بعض الظروف كل الامور بتكون طيبه، لكن ممكن تفاجئ باي شيء يشكي بيه لاعب في غرفه الملابس او قبل الانطلاق طبعا الاحماء، لكن بطمنك بشكل عام بطمن كل جمهورنا لاعبتنا جاهزه بشكل كبير جدا، حافظت على نفسها خلال الايام الماضيه، يا رب ان شاء الله تكلل بالنجاح بمشيئه الله وتكون نقطه مهمه وبدايه مهمه جدا لفريق النادي الاهلي ان شاء الله. الحاله المعنويه بقى تبقى للي انت شايفه ولمسه بنفسك يا كريم عامله ازاي؟ وطبعا لازم يعني نقف شويه عند حسن استقبال حبايبنا واخواتنا في المملكه المغربيه لبعثه النادي الاهلي، استقبال يعني الابطال واستقبال الفاتحين دايما الحقيقه، فبرضه عايزين نشوف الصوره من زاويتك انت.
بالتاكيد طبعا زميلي كريم، يعني لو بكلمك على الروح المعنويه وحاله تركيز لاعبي للنادي الاهلي، انت عارف الوعي الكبير والخبرات اللي متواجده الموجوده طبعا في فريق النادي الاهلي بتدينا اشاره ان التركيز كبير جدا. الحاله المعنويه بنشوفها في التدريبات، الكل بيركز، الكل بيتكلم، الكل عنده هدف وحيد هو انطلاقه هذه المباراه تكون من نصيب النادي الاهلي اداء ونتيجه. ويمكن ده الامر ده اللي بنتمناه ان شاء الله، تكون التحضيرات كلها من مستر كولر، تقسيم المباراه، راجل وزع عامل سيناريوهات عديده جدا مع لاعبي النادي الاهلي، السكواد اللي قاعد على الدكه. ويمكن في نقطة مهمة كمان، اللي موجود في القائمة طبعا لابد يكون بيأدي كالعادة بشكل كبير جدا، واللي خارج القائمة لابد يكون موجود بقلبه وروحه الكبيرة جدا وتحفيزه مع لعيب النادي الأهلي، وده اللي معتاد الحقيقة من لاعبتنا، اللي موجود بيسد واللي قاعد بره كعادته طبعا بيدعي اللي موجود في الملعب، بيحاول ان هو يحفزه، بيحاول ان هو يطمنه. دي الأمور دي بتطمن بشكل كبير، وربنا بيوفق اما بتكون الأمور ماشية بهذا الشكل. على الجانب الآخر الحقيقة الاستقبال والتنظيم والجانب الأمني الحقيقة اللي بيقوم بدور كبير جدا، يعني هنا في المغرب التحركات، التنقلات، مجرد ان احنا بنتحرك في الشوارع من فندق الاقامه للتدريبات بتلاقي علامات النصر بالجمهور المغربي طبعا بيشاور ليه لاعبي النادي الاهلي، الكل بيطمننا، الكل بيقول ان احنا هنكون متواجدين في ملعب ابن بطوطه لمؤازره فريق النادي الاهلي. فيمكن الحقيقه بنوجه لهم كل الشكر والتقدير، وبنتمنى لهم كمان نجاح البطوله على هذا التنظيم الرائع. يمكن لسه البدايه هتكون النهارده، لكن ان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين بالنسبه للجانب المغربي للتنظيم والاداري على نجاح كاس العالم الانديه المقام هنا في المغرب. ان شاء الله اكيد بنتمنى لهم كل النجاح والتوفيق بنفس القدر اللي بنتمنى فيه لفريقنا ان شاء الله هو الاخر النجاح والتوفيق. كل الشكر ليك زميلنا العزيز كريم احمد من مقر اقامه بعثه النادي الاهلي في مدينه طنجه المغربيه، شكرا جزيلا ليك. كالعاده الروح رائعه ما بين مصر والمغرب والشعبين، حاجه اجمل يعني من كده، وخصوصا ان هم عندهم كمان فريق مهم جدا مغربي بيشارك، يعني وهم موزعين محبتهم وتشجيعهم على الوداد وعلى الاهلي. بس احنا في سكتين مختلفتين، يعني ان شاء الله يعني على اساس ان يكمل الاهلي النهائي ويكمل الوداد النهائي، ده يعني تبقى دي متعه ما بعدها متعه، يعني ان احنا نشوف حاجه زي كده بيبقى جميل. ويمكن كابتن كريم انا سالته على الاصابات ليه؟ لان ساعات الاصابات تلخبط اي مدرب، تلخبط اي حد، وخصوصا كمان حاجه تانية هي الاصابات والحاجات النزلات البرد والكلام ده في جو مختلف، لان احنا عرفنا هناك كان ثلج وشتاء وامطار وبروده. امبارح كنا بنعرض لقطات من التدريب قبلها بيوم، الدنيا غرقانه واللعيبه غرقانه، ما هو الجو ده بقى يخوفك ان ممكن حد يصاب بقى نزله برد، حد يعمل حاجات قدريه. طبعا قدريه، فانا دي بس بطمئن منها وانطمئن الساده المشاهدين جمهور النادي الاهلي ان الفرقه الحمد لله سليمه من كل الجوانب. يبقى نرجع للكلام اللي بنقوله، طالما هي سليمه من كل الجوانب هيختار انسب مجموعه، يعني زي ما هو صفاهم اللي هو وقال ان في خمسه هيطلعوا بره الليستة والباقيين موجودين، بيبدا يصف كده لغايه ما ينزل ل 11 لاعب اللي هو شايفهم احسن 11 لاعب يبداوا المباراه اللي هي هتتلعب ان شاء الله توقيت القاهره الساعه 9 مساء. طيب احنا لغايه دلوقتي اتكلمنا عن الجوانب المطمئنه برأي حضرتك، وسمعنا برضو ما يؤكدها ويدعمها من زميلنا العزيز كريم احمد، المخاوف بأخبارها ايه؟ قلقان من ايه حضرتك؟ لا انا يعني التحكيم مش قلقان منه، لان شايف ان التحكيم هناك تحكيم كاس عالم، فاذا دولت مجموعه حكام منتقى، ما فيش اي واحد فيهم عنده ديفوهات او اخطاء او اي حاجه او توجهات، فاكيد دي هتطمنا. القلق بس انا بقول ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا يا رب في هذه المباراه، على قد احنا ما تعبنا، على قد اللعيبه ما تعبت، الجهاز الفني اداري طبي مجلس اداره جماهير، كل التعب ده ربنا سبحانه وتعالى هيكلله ان شاء الله باذن الله بالنجاح، والنجاح والتوفيق هو انك انت تعدي المرحله اللي بعد كده باذن الله. طيب انا سؤالي اللي جاي ده مش عن النادي الاهلي، انا بتكلم مع حضرتك فيه كمبدا عام، هو ينفع ان او يعني في حاجه اسمها ان في لاعب معين يكون بيتالق محليا، لكن لما تلعبه في ماتشات مع مدارس كرويه عالميه مختلفه في محفل مختلف زي كاس العالم للانديه تلاقيه بعافيه حبتين، او العكس حد يبقى عادي جدا محليا لكن نتيجه وجود حوافز ودوافع مختلفه في اللقاءات الدوليه بيتالق بشكل استثنائي؟ في حاجه اسمها كده؟ في لا، هي دي قلائل، واللي بيتحكم فيها الجانب النفسي، قلائل
واللي بيتحكم فيها الجانب النفسي. الجانب النفسي ازاي؟ الجانب النفسي ان اللي هو واحد متالق محليا ويجي دوليا تبص تلاقيه اقل من المستوى، مش عشان اللعيبه اللي قدامه مختلفين ولا كده، لا، لان الجوانب النفسيه عنده حته الخوف والرهبه بتقلل من التركيز بتاعه، ولا طبعا التركيز لما يقل بيفقد السيطره، السيطره طبعا في انه يوقف الكوره، السيطره في التسديد، السيطره في التحرك، السيطره في فهم الخطه، فدي بتاثر عليه، دي جوانب نفسيه. وفي نفس الوقت واحد تاني لما محليا مش كده لكن خارجيا مع الفرقه دي تلاقيه متالق للحواس، هي مش متالق للحواس كده لانه هو بينفض المحلي والجمهور والكلام ده كده، بيبقى عنده انطلاقه انه يشوف حد تاني جديد، وجوه جديده، لعيبه جديده، طريقه لعب جديده، فالجانب النفسي عنده بدل السلبي بيتحول الى ايجابي، فالطاقه السلبيه بتروح لطاقه ايجابيه، فتلاقيه ينطلق دوليا وهو اقل محليا، بس في النهايه هو نفس اللاعب. لازم يكون الاساس بتاعه مهاراته، امكانياته، سلامته البنيان، سلامة العقل، سلامة الفكر، سلامة التحرك، دي تكون موجودة. أما الجانب العصبي هو اللي يجيبك من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين. فدي اللي بتأثر. لو عدينا مرحلة مشاركتنا في كأس العالم للأندية واللي بنتمنى إن شاء الله إن هي تنتهي على ما يسعد جماهير النادي الأهلي بكل مكان، هنرجع تاني لنفس الموال اللي احنا بقالنا سنتين ثلاثة بنتكلم فيه، فكرة تلاحم المباريات وتوالي البطولات اللي بيشارك فيها النادي الأهلي، لأنه قدروا أنه يشارك في كل البطولات المتاحة. الحمد لله أنت يعني فتحت برضو نقطة، هو ده قدرنا. ما هو أنت كأس العالم، اللجنة عاملة المسابقات، عاملين مفيش كأس عالم للأندية، لأن احنا مش رايحين كأس العالم. لا، هنروح كأس العالم ليه؟ لأن رب العباد عايز يعمل كده، اقوى من العباد ونعم بالله. يعني الرب جاب لك كاس تعالوا انتوا ظلمتوا، صح، فيها طرديه كبيره. ايوه، وما انا ظلام من العباد، هو من ظلام عمره ما يظلم، هو الحق. ونعم بالله، ونعم بالله طبعا. يا جماعه، فاذا ربك سبحانه وتعالى جاب لك كاس العالم تاني، فانت جبت كاس العالم، فاضطرينا هتتاجل لك مباريات. فهيعمل ايه في المباريات؟ الحاج عامر هيعمل ايه؟ هيضطر انه يضغط المباريات، هيضطر تبقى المباريات مضغوطة، لأن هيبقى عندك دوري عام، هيبقى عندك كاس الماضي أفريقيا وكاس السنة دي. ده لسه سعيد في كاسين مفتوحين على بعض، ده أنا نسيت التفصيلة. طيب يعني شوف كم كاس، يعني أيوة بتشارك في ثلاث كاسات في سنة واحدة، كاس العالم للأندية وكاس الموسم الماضي وكاس الموسم الحالي، أدي ثلاث كاسات. طيب وبعدين عندك دوري، وبعدين عندك بطولة افريقيا. ايوه طبعا، برضه بطولة افريقيا، الاتحاد الافريقي اجل لنا ماتش فبراير هيروح لمارس. طب كل دي هتروح فين وعدد الايام واحدة؟ السنة 365 يوم مش هيقدر يزودها، فهتخش فيها وانت ملتزم بالحاجات دي، وعندك مجموعة لعيبة هي اللي بتلعب. هنا بقى بيظهر نرجع تاني هنقول للاجهاد، ونرجع للاصابات، ونرجع للحاجات دي كلها، طبعا هتأثر علينا. انت اخر مباراه واللي قبليها هنا قبل ما نسافر، قبل ما يسافروا المغرب، انت عندك 7-8 لعيبه فرقه كامله مش هيلعبوا طبعا. لكن طيب اني فرقه يحصل فيها كده؟ انت ممكن عندك لاعب اتنين، صحيح، وواحد عنده طرد وواحد عنده انذار، لكن ما يكونش عندي 8-9. طب هثبت الفرقه ازاي وابدا بالفرقه ازاي؟ وهو ده ضريبه النادي الاهلي المشارك في البطولات كلها واللي بيمثل مصر خارجيا وداخليا. صحيح. طيب خليني اختم مع حضرتك كابتن فتحي مشكورا كده برساله سريعه حضرتك توجهها للعيبه النادي الاهلي، واحده ثانيه اسرع توجهها لجماهير النادي الاهلي. طيب للعيبه النادي الاهلي بقول لهم ثقتكم في الله، ثقتكم في انفسكم، انتوا قادرين انكم تلعبوا وتروحوا لمكانه بعيده في هذه البطولة إن شاء الله. ده بالنسبة للفريق، مش هزود عليكم كتير. أما بالنسبة لجماهير النادي الأهلي، فجماهير النادي الأهلي هي تكفؤ رؤوسنا كلنا، ويعني كأنا ابن من أبناء النادي الأهلي طبعا، وكلنا في مصر بنقول لجمهور النادي الأهلي كلكم، أصغر واحد فيكم قبل وأكبر واحد فيكم، أكبر شيخ موجود وأقل طفل موجود، أنتوا كلكم فوق دماغنا من فوق، لان انتوا الداعم الرئيسي والقوه اللي بتدينا الدفع، وبتدي الدفع للاعبين والمسؤولين والاداريين في انهم
يسعوا ويسعوا ويسعوا للنجاح. ثقتكم في الله، ثقتكم في فرقكم وفي ناديكم، وناديكم مش هيخذلكم ان شاء الله. نورت الدنيا كلها، مش بس نورت حلقتنا كابتن. الله يخليك، جزيل الشكر على وجودك معانا، والف سلامه النهواند ان شاء الله كده. انا شفتها يعني هي كانت كويسه، ما حدش يعني اتخض. كابتن الصوابع معانا محسودين على صوابعنا، انا مش عايز حد يتخض عليها ولا حاجه يعني. لا الموضوع بسيط الحمد لله. لا يعني هي حاجه بسيطه، بس عارف ساعات بيبقى في اصابات بسيطه بتبقى مؤلمه شويه. بس انتوا الاثنين اصابات يعني مع بعض، ده من اول ده انا استهليت السنه بالاصابه دي قطع في الوتر. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. انا بشكر حضرتك يا كابتن فتحي، الله يشوفك على خير باذن الله. وهنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع بقى عشان نستقبل الاستاذ محمد صادق مدير الارشيف العربي اللي هنفتح معاه ملفات من تاريخ مشاركات النادي الاهلي في مونديال العالم للانديه. خليكم معانا.